أولاً أن هذه القمة التي تأتي بعد 3 سنوات، يعني مدة طويلة، الكوفيد ومسائل أخرى أدت إلى تأخيرها. اليوم إحنا نلتقي فيه جدول أعمال تمت المصادقة عليه من طرف الوزراء الذين حضروا وناقشوا كل المسائل، فيه توافق على المسائل التي سوف تطرح طبعا على رؤساء دول وممثليهم. مادامها رؤساء دول وممثليهم مازال ما تكلموش، ما نقدروش نسبق الأحداث، ولكن نقول بأنه مهم جدا المقترحات الجديدة التي جاءت لتعزيز العلاقات داخل الجامعة العربية وبين الدول العربية. هذه التعزيز أدخلت عليه، يعني أولا أننا نأخذ في الظروف الراهنة، ظروف يعني حرب اللي ممكن تولي خطيرة جدا وممكن تشمل العالم، خطر الحرب اللي راه موجود وحقر الاحتقان الموجود بين الدول الكبرى يجعل أننا نحن كعرب موجودين يعني الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يعني قراب الأوروبا، قراب الآسيا، جزء منا في آسيا وجزء في إفريقيا. فمهم جدا أننا نجعل من هذه الآلية الجامعة العربية الآلية التي تجمعنا نعطي لها مؤهلات باش تزيد تقوي. ولما نتكلم على لم الشمل، باش تلم الشمل لازم يكون عندك مصالح مشتركة مبنية داخل وسائل وتقنيات. فمثلا السوق العربية المشتركة، هذه شيء مهم جدا مقترحاته الجزائر. مثلا مواجهة الأزمة تاع الأمن الغذائي، نعرف بأنه في إطار الأزمة بين روسيا والعالم الدول الغربية فيه الآن نقص في بعض المواد الأساسية الغذائية، وفيه تهديد لبعض الدول من بينها الصومالي اللي هو جزء من العالم العربي، تهديد أمنها الغذائي. فمهم جدا أن هذه المقترحات يتم أولا تبنيها، ثانيا طبعا وضع الآليات لتنفيذها حتى يكون داخل العالم العربي تعاون وتبادل من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، وأيضا فيه مقترح عن إدراج المجتمع المدني داخل هيئات الجامعة العربية. كل هذه مقترحات نتمنى أن تكون طبعا سوف يتم المصادقة عليها من طرف الدول من مناقشتها، ما نقدروش احنا نسبق الأحداث. الشيء الثاني طبعا هي المصالحة داخل البيت العربي. لما نتكلم على لم الشمل معناها أن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يتعلق بليبيا، ما يتعلق باليمن، ما يتعلق بمناطق اللي تعيش في توتر وفي أزمة وفي حرب وفي خلاف داخلي، أننا نجمع الفرقاء ونحاول مع بعض أن يكون عندنا موقف مشترك كدول عربية لحل هذه الأزمات.